مغامرة إفريقية جديدة يخوضها المارد الأحمر عندما يحل ضيفا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في الدوري 32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. الفريق المنافس حديث النشأة لم تمر سوى 5 سنوات فقط على تأسيسه. تأسس أوائل عام 2014 في مدينة مالابو وحقق لقب بطولة الدوري المحلي مرة واحدة في موسم 2018-2019 ليشارك في دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية. يخوض مبارياته على ملعب بابلو بوياس دي سامباكا. ستكون مباراة كانو سبورت أمام النادي الأهلي هي المواجهة الأولى في تاريخه مع الأندية المصرية. لم يسبق للنادي اللعب من قبل مع أي نادي مصري، بينما سبق للأهلي اللعب أمام فريق من غينيا الاستوائية موسم 2006، حيث تقابل المارد الأحمر مع رينيس مينتو في الدور 16 للمسابقة القارية. تعادل سلبا في غينيا الاستوائية قبل أن يحقق الفوز في مباراة الإياب برباعية نظيفة ليواصل الأهلي طريقه إلى النهائي ليتوج بلقب البطولة بعد الفوز على الصفاقس التونسي بهدف محمد أبو تريكة الشهير. حرك له أبو تريكة قطري، لكن لسه مش قريبين من بعض القرب الكفاية. حط 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 هوبا الله 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 يرتدي فريق كانو سبورت الطاقم الأبيض بالكامل كزي أساسي، بينما يعتمد الفريق على اللون الأسود الكامل كزي بديل. تأهل إلى الدور 32 بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميليكي الإثيوبي في مجموع المباراتين ذهابا وعودة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في دور 64.